الآن يسعدني أن أقدم لكم الزميل الجديد محمد حمدان الذي انضم إلى أسرة مذيعي الجزيرة وسوف يكمل معكم هذه النشرة، وقد قدم لنا من قطاع غزة، غزة هاشم. مرحبا بك. مرحبا بك أستاذ جمال، شكرا لك على هذا التقديم، ويسعدني أن أكمل نشرة بدأتها، شرف كبير لي. شكرا للجزيرة أيضا، وأتشرف بالانضمام لها. أتمنى لك التوفيق. إذن نشرتنا مستمرة معكم وتشاهدون فيها بعد الفاصل. قتلى وجرحى في تفجيرات تضرب لليوم الثاني على التوالي العاصمة العراقية بغداد. إسرائيل تتجه يمنا الجمعة في 55 دقيقة مساء بتوقيت مكة المكرمة. أهلا بكم. قالت مصادر الشرطة العراقية إن 12 شخصا قتلوا وجرح 28 آخرون في انفجار سيارة مفخخة في منطقة بغداد الجديدة شرقية بغداد. وأضافت المصادر أن السيارة انفجرت في ساعة مبكرة يكتظ فيها المكان بالمارة، وذكرت أن من بين القتلى ضابطا في شرطة المرور برتبة عميد. وشهدت منطقة بغداد الجديدة تفجيرا انتحاريا أمس أوقع عددا من القتلى والجرحى، وكانت سلسلة انفجارات هزت عدة مناطق في العاصمة بغداد أمس، قتل فيها 57 شخصا وجرح 120. إلى اليمن، حيث دعا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي جماعة الحوثي إلى سحب أنصارها من مداخل العاصمة صنعاء، كما طالب خلال اجتماع مع سفراء الدول العشر الراعية للعملية الانتقالية، طلب الجماعة بإعادة الأسلحة التي استولت عليها في عمران وسحب مسلحيها من المدينة. وقرر الرئيس هادي الدعوة لعقد اجتماع موسع لبحث الأزمة. خيارات صعبة ومحدودة أمام الرئيس هادي لحل الأزمة الناجمة عن تحرك جماعة الحوثي لإسقاط الحكومة كما تقول الجماعة، أو السيطرة على العاصمة كما يقول خصومها. لقاءات الرئيس هادي بلجنة المفاوضات وبرئيسي الحكومة والبرلمان وبسفراء الدول العشر الراعية للعملية الانتقالية انتهت دون الإعلان عن نتائج أو قرارات، باستثناء الدعوة إلى عقد اجتماع موسع لمؤسسات الدولة والأحزاب نهاية الأسبوع الجاري. أي اتفاق سياسي أيا كانت شروطه هو أفضل من أي من يعني الاتفاق السياسي المجحف نوعا ما أفضل من أي حرب أو أي مواجهة مسلحة ربما تدخل فيها البلد. البلد لا يحتمل أوضاع الناس الاقتصادية، الثلاث سنوات المرحلة الانتقالية كلها شكلت عبئا على المواطن وعلى الحياة اليومية. جماعة الحوثي سحبت بعضا من مقاتليها من جبهة محافظة الجوف حيث تخوض قتالا ضد الجيش المدعوم برجال القبائل، وسط اتهامات تنفيها الجماعة بتوجههم إلى صنعاء، في حين شددت السلطات إجراءاتها الأمنية وأغلقت المنافذ والطرق الفرعية المؤدية إلى العاصمة لمنع إدخال السلاح أو تسلل المسلحين. الأفق السياسي والمفاوضات لا زالت قائمة على قدم وساق، وأنصار الله يعني أبوابهم مفتوحة للتواصل السياسي، ويروا أن العمل السياسي وكذلك التحركات الشعبية السلمية هي يعني المطلوبة في المرحلة القادمة لتحقيق المطالب الثلاثة المعروفة. جهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة ودول غربية وتهدف إلى التهدئة وحل الأزمة بين الطرفين سلميا تتزامن مع مبادرتين لتحقيق الهدف ذاته أطلقهما التنظيم الناصري والحزب الاشتراكي اليمني. نأمل فعلا أن يكون هناك تجاوب واستجابة لنداء السلم، لأن الحرب في صنعاء ليست كالحروب في الأماكن الأخرى. علينا أن ننقذ صنعاء، لأننا بإنقاذ صنعاء سننقذ البلد بكامله.
حالة ترقب وقلق تسود الشارع اليمني، وكثيرون يعلقون آمالا كبيرة على المساعي المحلية والدولية الجارية الرامية إلى احتواء الأزمة. مراد هاشم، الجزيرة، صنعاء. تطرقت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون في كتابها خيارات صعبة إلى بعض التفاصيل المتعلقة بالثورة المصرية منذ يومها الأول، لكن إعلاميين مصريين نسجوا قصصا تمجد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونسبوا بعضها إلى هيلاري كلينتون. ومن أبرز تلك القصص أن قوات بحرية مصرية أسرت قائدا في الأسطول السادس الأمريكي قبالة سواحل الإسكندرية قبيل فض اعتصام رابعة العدوية. يصورونه في برامجهم الحوارية بطلا قوميا، بل أسدا لا تصمد في وجهه قوة من قوى الأرض الصغرى منها والكبرى. راجل شجاع وعنده قصد، وأهم حاجة عنده مصر. إنه السيسي منقذ مصر من الإخوان وقاهر الأمريكان كما يصفه إعلاميون مصريون. الطيران المصري حلق فوق الأسطول السادس الأمريكي اللي اتحركت منه عدة بوارج من مقره في نابولي جنوب إيطاليا. الطيران المصري حلق وأبدى استعداده للضرب، والضفادع البشرية الأبطال العظام المصريين نزلوا تحت البوارج الأمريكية وطلعوا أسهروا قائد إحدى البوارج. هذه اللغة لم تأتي من فراغ، فهي تتماهى مع صورة يحاول السيسي ترسيخها عن نفسه باعتباره حاميا للجوار العربي. ما احنا قلنا مسافة السكة بقى، مش مسافة السكة برضو ولا ايه؟ مبالغات الإعلام المصري في تمجيد الحاكم يمكن فهمها ضمن سياق تاريخي جرى فيه الحديث من قبل عن سفينة فضاء مصرية على وشك الانطلاق إلى الفضاء في عهد عبد الناصر. لغة القوة والاستئساد على أمريكا مهما خالفت بديهيات الواقع وما هو معلوم من السياسة بالضرورة يمكن استيعابها أيضا ضمن مفهوم الأذرع الإعلامية، وأن هذه ربما إحدى أساليبها في رد الجميل إلى من استنبتها. أنت عشان تعمل ده لازم يكون لك أذرع، والذراع قبل ما بيتعمل على مستوى الدولة بياخد وقت وجهد طويل. لكن ما يحتاج جهدا أكبر في استيعابه هو تصريحات للخارجية المصرية تطالب الشرطة الأمريكية باحترام حق التجمع والتعبير السلمي عن الرأي في إشارة إلى مظاهرات مدينة فيرجسون. الأكثر إثارة للدهشة في هذا السياق هو التعليق التالي للمتحدث باسم الداخلية المصرية. الخارجية عندنا النهاردة ما هي بتطالب الشرطة الأمريكية بضبط النفس، يعني ضبط النفس والحوار، لأن هم مطالبهم مشروعة وهم سلميين فعلا. عبارات جميلة تثير تساؤلات عن مدى التزام الداخلية المصرية بما تنصح به نظيرتها الأمريكية. بدأ شبح العطش يخيم على المحاصرين في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة دمشق، فمياه الشرب لا تكاد تصل إليهم، أمر يضيف إلى الجوع والمرض سببا آخر للموت، ويجعل أيام الحصار تطول على المخيم الذي لا يبعد سوى كيلومترات معدودة عن وسط العاصمة دمشق التي يقول النظام إن الأمور تسير فيها على ما يرام. يجر أبو هاني عربة في شوارع مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين حاملا عليها بعض ماء يوفره له ولزوجته المصابة بالتيفويد، ورغم مرضه فهو مجبر على السير مئات الأمتار يوميا إلى حيث يوجد ماء في صنابير بعض أبنية الحي المدمر دون اكتراث لصلاحيتها للاستهلاك البشري. يوميا هاي بالختيارة أهدف والله يكون بعونه، وعم بمرق بمشي مسافة لعند هاي المدرسة لحتى أعبي، وثلاث أربع خمس عربيات قدامي والله معي ضغط وسكري. الله يفرج يا رب يا حبيب، ما يفرج على الإرهاب. يقول الأهالي إن النظام يعاقب المخيم بقطع الماء عنه، وإذا سمح بضخه فهو لا يصعد إلى الطوابق العليا نتيجة انقطاع الكهرباء، وما توقف في محطة الضخ في المخيم تزيد المعاناة خاصة في فصل الصيف. لذا يحاول المجلس المحلي إيجاد حلول، حيث عمل على نقل الماء بالصهاريج وأغلق عدادات الأبنية المهجورة وحاول إصلاح المحطة. قام بقطع المياه عن المخيم المرموق منذ 4 أشهر، ولا تأتينا المياه بال24 ساعة لمدة ساعتين، وضعيفة وملوثة لأنها
نهاية الأنابيب، ونقوم بتشغيل مضخة مخيم اليرموك الموجودة في المدينة الرياضية. لا يعنيهم صوت الموت المحلق فوقهم، ففي المخيم هنالك أشكال أبطأ للهلاك، إذ بعد أكثر من 150 مدنيا قضوا جوعا ومرضا وأعداد أخرى أكبر قتلها القصف والقتال، يهدد العطش بأخذ حصته من أرواح آلاف العائلات في المخيم. وسط تخوف من انتشار الأمراض في ظل محاصرة النظام للمخيم بمساندة من ميليشيات فلسطينية موالية له منذ أكثر من عام. نقلت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة مئات اللاجئين من قرية شوا القريبة من الحدود التشادية النيجيرية إلى منطقة نقبوة التي تبعد نحو 30 كيلومترا عن الحدود. ويقول اللاجئون الذين وصلوا إلى تشاد إنهم غادروا منطقتهم بعد أن سيطر المسلحون على القرية وعلى معسكر الجيش قرب الحدود، ويؤكدون أن المعركة بين المسلحين والجيش النيجيري خلفت عشرات القتلى من الجنود. قدم محمد ميكوالا كوالي إلى هذه المنطقة مع بقية أفراد قريته بعد أن تعرضت قريتهم لهجوم مسلح. يقول إن كل أفراد القرية فروا من منطقتهم التي تقع شمال شرقي نيجيريا، ووصل بعضهم إلى هنا في تشاد، كما فر عدد آخر إلى النيجر. عندما سمعت إطلاق النار هربت إلى داخل حقول الذرة، ومن هناك مرتكزا على هذه العصا مشيت حتى وصلت قرية شوا في تشاد. بعض اللاجئين يقول إنه غادر القرية بعد أن سيطر المسلحون على معسكر القوات الحكومية وأمروا الجميع بمغادرة المنطقة. بدأوا الهجوم على معسكر الجيش، وعندما انتهوا منه توجهوا إلى القرية وبدأوا يشعلون النيران في المنازل وطلبوا من الجميع المغادرة دون أخذ أي شيء. تحاول مفوضية الأمم المتحدة للاجئين مساعدتهم بنقلهم من هذه المنطقة إلى قرى أخرى بعيدة عن الحدود وتتوفر فيها الخدمات الضرورية. عدد اللاجئين من هذه القرية بحسب السلطات التشادية نحو 1000 شخص، كما استقبلت تشاد نحو 10,000 منذ بداية الاضطرابات الأمنية في نيجيريا. نحن هنا لتنفيذ ما تم التخطيط له. كل الإجراءات اتخذت لاستقبالهم في قرية نقوبوة، حددنا مكان إقامتهم، كما وفرنا بنية تحتية متكاملة وخدمات ضرورية كالصحة والأمن. معظم الذين فروا إلى تشاد هم من قبيلة بودوما التي ينتشر أفرادها في تشاد والنيجر والنيجيريا بالقرب من بحيرة تشاد، وأغلبهم من النساء والأطفال. فضل عبد الرزاق، الجزيرة، قرية شوا على الحدود التشادية النيجيرية. أواصل تقديم هذه النشرة من قناة الجزيرة وتتابعون فيها بعد قليل. مهرجان نوتنغ هيل في نسخته 50 تجسيد للتنوع الثقافي والعرقي في لندن. طلب الرئيس فرانسوا أولاند من رئيس وزرائه مانويل فالس تشكيل حكومة جديدة سيعرضها اليوم، ويفترض في تشكيلها الانسجام مع التوجهات التي حددها الرئيس أولاند في ظل الانتقادات التي وجهت للحكومة بسبب سياساتها الاقتصادية. وقد صدرت آخر هذه الانتقادات عن وزيرين ضمن حكومة فالس. عاصفة في هرم الدولة، حكومة لم يمر على تشكيلها أكثر من 5 أشهر تسقط، والسبب تمرد وزير الاقتصاد على سياستها، ما فجر غضب رئيس الحكومة فقدم استقالته. الرئيس الفرنسي قبل الاستقالة وكلف المستقيل بتشكيل حكومة جديدة منسجمة مع توجيهاته، ما يعني لا مكان في الحكومة المرتقبة لأي شخص ينتقد سياسته. ما حدث يعد أكبر أزمة سياسية يواجهها الرئيس الفرنسي منذ وصوله إلى الحكم. هذه الأزمة هي الأخطر منذ 2.5 عام عندما انتخب أولاند رئيسا للجمهورية. من قبل كان يواجه أزمة ثقة مع الرأي العام الفرنسي، حيث أن 80% من الفرنسيين غير راضين عن سياسته. أما الآن فيواجه أزمة مؤسسات أكثر خطورة، لأن الأمر يتعلق بوزير من الوزن الثقيل ينتقد سياسة الحكومة ويرغم على الاستقالة.
استقالة الحكومة أثارت ردود فعل كثيرة. زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان سارعت إلى المطالبة بحل البرلمان، فبالنسبة لها السلطة الحالية فقدت شرعيتها ويجب العودة إلى صناديق الاقتراع. المعارضة اليمينية اعتبرت أن فرنسا تعيش أزمة سياسية خطيرة. نفس المعارضة وقبل أن تستقيل الحكومة كانت فتحت النار على سياسة الرئيس أولاند الذي في رأيها يقود البلاد حاليا إلى الهاوية. على الرئيس أن يرى الواقع، فرنسا في مأزق وأولاند ذاهب بالبلد إلى الجدار، وما يقدمه مجرد حلول سياسية بينما نحن ننتظر منه حلا اقتصاديا. لدينا الانطباع أنه يريد فقط ترضية اليسار بينما المطلوب هو الاستجابة للفرنسيين. الأزمة السياسية التي تشهدها فرنسا حاليا تعد أزمة شرعية إضافية بالنسبة للرئيس أولاند الذي ستكون الحكومة الجديدة ولا شك آخر فرصة لإنقاذ عهدته الرئاسية. تشكيل حكومة جديدة لا يعني نهاية التجاذبات والتناقضات بشأن خطها السياسي، ما يخشى أن تعزز أيضا الحكومة الجديدة القناعة لدى الكثير من الفرنسيين بأن الأمور تسير من سيء إلى أسوأ في فرنسا. نور الدين بوزين، الجزيرة، باريس. أعلن البيت الأبيض أن التوغل العسكري الروسي في أوكرانيا يشكل تصعيدا خطيرا، وذلك بعد أن أعلنت كييف اعتقال جنود روس على أراضيها. من جانب آخر، شب حريق في ضاحية ماكيفكا في دونستيك بشرق أوكرانيا بعد قصف تعرضت له المنطقة مساء أمس ولم يعرف مصدره. وكانت المنطقة قد شهدت اشتباكات عنيفة بين قوات أوكرانية وانفصاليين موالين لروسيا. اقتحمت التصاميم المعمارية الغربية العاصمة الصينية بيجين ومدنا أخرى، وظهرت أحياء بأكملها على طراز أوروبي، وطال التقليد بعض المباني الحكومية، وقد أثار هذا جدلا في المجتمع الصيني بين شباب يتطلعون إلى الحداثة ونشطاء مدافعين عن هوية البلاد العمرانية والثقافية. ليس هذا شارعا في أوروبا يعج بسياح صينيين، بل هو نسخة أوروبية لشارع شيد في الصين يوفر فرصة لمن تعذرت عليهم السياحة بتكاليفها الباهظة. بالرغم من ثقافة التقليد السائدة للمنتجات المختلفة في الصين، فإن استنساخ التصاميم المعمارية في البلاد يبدو مثالا جديدا وجريئا على تلك الثقافة. وبينما يعتبر المستنسخون في الكثير من الدول بمثابة سارقين لا مخيلة لهم، ينظر إليهم في الصين على أنهم أصحاب موهبة ويقدمون حلولا للعديد من المشاكل. آمل أن يزداد هذا النمط المعماري الأجنبي في الصين، فذلك يمنح الفرصة لرؤية ما يصعب رؤيته في البلدان الأخرى، فليس الجميع قادرين على السفر والتعرف على الخارج. كانت العاصمة الصينية بيجين قد اشتهرت بنحو 40,000 من بيوتها الرباعية التقليدية القائمة منذ قرون، ولم يبق فيها سوى 3,000 من تلك البيوت حاليا جراء نهم السلطات لكل ما هو حديث من التصاميم المعمارية. غير أن ناشطين في مجال حماية التراث الثقافي يرون في ذلك فقدانا لهوية المكان والإنسان. الحكومة ووسائل الإعلام لا يحترمون ثقافتنا الخاصة، يعتقدون أن البناء على الطراز الغربي يظهر النبل. لا شك أن ذلك هو نوع من الضعف في الإحساس الوطني، لأنه يظهرنا كأننا بلا ثقافة. لثقافة التقليد المعماري في الصين جذور عميقة تعود إلى عهد أسرة تشين في القرن الثالث قبل الميلاد، حيث بنى الامبراطور الصيني انذاك في عاصمته نسخا عن قصور اباطرة حاربهم والحق بهم الهزيمة. راج استنساخ المعالم المعمارية الاجنبية في الصين بالتزامن مع الازدهار العقاري الذي شهدته البلاد خلال العقود الاخيرة. اكثر ما بات يستنسخ من المباني هي تلك التي تعكس الرفاهية والنجاح. ناصر عبد الحق، الجزيرة، بيجين.
أنشأت السيدة ثريا بوعبيد مدرسة لتعليم فنون السيرك في أحد الأحياء الشعبية في مدينة سلا المجاورة للعاصمة الرباط، وتهدف إلى إدماج الأطفال المشردين في الحياة الاجتماعية وحمايتهم من الجنوح والانحراف. وقد فتحت الفكرة الآفاق لحياة جديدة أمام بعضهم لعله يجد ذات يوم فرصة للانضمام إلى فرق سيرك عالمية. الحكاية ديالي مع هاد الجمعية وهاد نقولوا قصة إنسانية هي شفنا واحد الظاهرة في المدينة ديالنا الرباط، أطفال ما كانوش يمشوا للمدرسة، كانوا عايشين في شوارع، ونساء ورجال اتفقنا باش نساعدهم ونديروا المجهود ديالنا باش ترجع لهم واحد الكرامة ديالهم وباش يرجعوا للمدرسة السلم المجتمع، وغدا يكون عندهم مستقبل ويكون عندهم واحد الدور تاهما في المجتمع. هذا الشيء في 1996، والفكره ديال السيرك بديناها في 1999، والاطفال كانوا تيديروا السيرك وتيديروا تربيه غير نظاميه. في 2009 رديناها كذلك مدرسه وطنيه السيرك، ان اليوم معترفه بها الدوله، وحتى يساليوا البرنامج ديالهم معنا تيكون عندهم واحد شهادة اللي تتقد تساعدهم في الحياة ديالهم. الهدف ديالنا أنا شخصيا هديت حياتي للطفولة المغربية، حيث هو أرفع كنز اللي عندنا، وهاد الشباب محتاجين البيئه الاجتماعيه ديالهم تبدل، واذا الانسان يقدر يدير شي حاجه باش يساعدهم يلقاو الطريقه ديالهم باش يكونوا يتفتحوا وغدا يكونوا مسؤولين. حنا بغينا هاد الشباب يفهم بين حنا اليوم كاريين هاد الارض غدا راحلين، وبين خصنا نخليو لهم عالم السلم وعالم ديال التضامن وعالم ديال التلمية باش يعيشوا جميع في السلم. تمر هذا العام الذكرى 50 لإقامة مهرجان نوتنغ هيل السنوي في العاصمة البريطانية لندن، الذي يعد من أكبر المهرجانات في العالم، ويستهدف المهرجان الاحتفاء بالتنوع الثقافي والعرقي في مدينة لندن من خلال عروض فنية في الشوارع. أحياء غرب لندن على موعد سنوي مع مئات الآلاف من المحتفلين بهذه الطريقة في الشوارع والميادين. مهرجان نوتنغ هيل يعد أكبر كرنفال شوارع يقام في أوروبا، ويقدم أشكالا مختلفة من ثقافة الشعوب الإفريقية والكاريبي. إنها فرصة للجميع للالتقاء سويا من مختلف الثقافات والعرقيات. هنا كل الألوان حاضرة، وهناك أشياء جميلة وأغطية رأس متنوعة. بدأت فكرة هذا المهرجان منذ نحو نصف قرن، وكان وسيلة للم شمل المهاجرين السود من الكاريبي الذين يعيشون في منطقة نوتنغ هيل، خاصة أهل ترينيداد، والذين كانوا يعانون من ضغوط شديدة بسبب التفرقة العنصرية وندرة فرص العمل في فترة الخمسينات، ثم امتد بعد ذلك ليشمل عروض الثقافات المختلفة. جئت من نيجيريا مع أسرتي لنحتفل بمهرجان نوتنغ هيل في نهاية موسم الصيف هذا. إنه لشيء جميل ونحن سعداء بوجودنا هنا. من الجيد أن نجد الجميع يحتفل معا ونرى عروضا وموسيقى من ثقافات مختلفة. تكتسب مثل هذه الأنشطة الفنية الضخمة أهميتها لكونها ترسخ لفكرة أن لندن مدينة متعددة الثقافات، خاصة بعد أن أظهرت آخر الإحصائيات الوطنية الرسمية أن سكان المدينة من جذور ثقافية وعرقية مختلفة أصبحوا أغلبية فيها، ووصلت نسبة البريطانيين البيض إلى 45% من سكانها. على الرغم من أن حي نوتنغ هيل في غرب لندن تحول من حي فقير إلى أحد الأحياء الفاخرة خلال 30 سنة الماضية، إلا أن هذا المهرجان بقي كحدث تاريخي يرمز لمكافحة العنصرية ويدعم التعبير الفني الجماعي كأحد أدوات التقريب بين الثقافات المختلفة. هاني بشر، الجزيرة، لندن.
ختام نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. إسرائيل تستهدف برجين سكنيين وسط غزة، وصواريخ المقاومة تسفر عن إصابة عشرات في عسقلان. أوباما يخول البنتاغون إرسال طائرات تجسس فوق سوريا لتعقب تنظيم الدولة الإسلامية. الغرب يحذر من التدخلات الخارجية في ليبيا، ومسؤولون أمريكيون يؤكدون مشاركة مصر والإمارات في غارات جوية على طرابلس. إلى اللقاء.